كان لابد أن نتحدث عن كلمة حول الاعتكاف، لأن هذه سنة كادت أن تهجر في بلادنا. هذه السنة كان عليه الصلاة والسلام في كل شهر رمضان يعتكف العشر الأواخر، مذ فرض الله عليه الصيام كان يعتكف في كل عشر أواخر كان يعتكف فيها في رمضان، إلا السنة التي توفي فيها النهاية دائما اعتكف 20 يوما، تماما كما أن جبريل كان يدارس رسول الله في العشر الأواخر القرآن، كان يدارسه مرة، لكن في العام الذي توفي فيه درسه القرآن مرتين. شو الختام كيفاش؟ مرتين ضعف. ولذلك فإن الاعتكاف كان سنة معمول بها، لم تكن تلقى أبدا نوعا من الرفض، ولم يداخلها عياذا بالله أي شبهة، ولم يتوجس منها حاكم ولا محكوم، بل الكل كان ينتظر على أحر من الجمر العشر الأواخر حكاما ومحكومين، كانوا يغتنمونها فرصة ثم يعتكفوا في المساجد. وكان رئيس الدولة رسول الله، وأبو بكر من بعده، وعمر من بعده، وعثمان من بعده، وعلي من بعده، والحكام المسلمين من بعدهم الذين كانوا متشوقين لهذا الفضل كانوا يعتكفون، ويحث الأئمة والخطباء في المساجد على أن يدعو الناس للاعتكاف، فتعتكف الأمة كلها إلا من كان له عذر يحول بينه وبين أن يقوم بهذه النافلة. الاعتكاف هذه الآن مشكلة، ما الذي يجعل الناس الآن عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، يثيرون الشبه حول الاعتكاف، حتى صار الإنسان الآن إذا أرد أن يعتكف يمر بالغربان، غربان، يذهب إلى المندوبية ثم يعطي طلبا، ثم يمشي إن شاء الله تعالى يدير يحط لكارت ناسيونال، ثم يذهب الملف إلى الداخلية، ثم هنالك ما هذا؟ ما هذا؟ ثم تحدد المساجد القليلة، مدينة فيها 600,000 من السكان، وكيدير لك 3 تاع المساجد، ما هذا؟ هذا تضييق. ما فهمناش حنا علاش هالشيء. فإذا كان ذلك كذلك فإن الاعتكاف سنة، وخاصة في العشر الأواخر، وهي دأب الصالحين ودأب الأمة التي تحب دينها وتريد فعلا أن تزكي نفسها وأن تخرج من أضران ما علق بها طوال العام، حتى تستأنف العام وقد رجعت كما ولدتها أمها بنشاط وقوة وإيمان وتفاؤل بالمستقبل. لكن سبحان الله، سبحانك ربي سبحانك، تعجب كيف يوفرون 3 شهور ديال السعيدية، يوفرون للمصطافين الضوء الأضواء والمياه وكل، وهنالك كل هذا الاحتضان وكل هذا الحرص، وكل في حين أن المساجد ما خرجت منها مشكلة أبدا أبدا. الذي يأتي للاعتكاف هل يتصور فيه أنه سيكون خطرا على هذه الأمة؟ نعم نقبل ببعض التنظيم، نعم، حتى قضية الاعتكاف أصبح ينظر إليها من زاوية البعد الأمني. سبحانك ربي سبحانك، هذا يجعلني نتأسف كثيرا، لكن أقول بإذن الله تعالى فهو سنة. أما مقدار الاعتكاف إن شاء الله تبارك وتعالى زيد فهو برهة، فلو نويت أن تعتكف برهة من الزمان مثلا ساعة لكان لك ذلك، ولو نويت الاعتكاف يوما لكان لك ذلك، ولو نويت الاعتكاف عشرا لكان لك ذلك. إنما يسن للمعتكف أن لا يخرج من معتكفه أبدا إلا لضرورة قصوى، إلا إذا كان المرحاض خارج المعتكف وأنت تحتاج إلى أن تتوضأ، فخروجك للوضوء، تخرج للوضوء وتعود للمعتكف. ولو كان هنالك مكان يتوضأ فيه في معتكفك لفعلت ذلك، فأنت تقطع صلتك مع الخارج كله وتحبس عقلك وفكرك وروحك في أمر واحد، تركز التركيز الكلي حول مسألة مناجاة الله تعالى. وأنا يا رب الآن في خدمة دينك، أنا الآن في خدمة نفسي حتى أزكيها من داعي الهوى،
كما تريد وكما تحب وكما ترضى. ثم بعد ذلك أن يكون في المسجد، في المسجد الاعتكاف يكون في المسجد، اشترط العلماء أن يكون الاعتكاف في المسجد. فلو أنك اعتكفت في بيتك لكان اعتكافا من ناحية المعنى اللغوي، أما الاعتكاف الشرعي فلا بد أن يكون في بيت الله. الله يريدك أن تحبس نفسك له في بيته هو، لكي تكون قريبا من مناجاته. أما هذا فهو بيتك، بيتك، فأنت تعتكف في بيت الله. ثالثا أنه يجوز لك مثلا أن تخرج من معتكفك، من معتكف في حالة الضرورة القصوى، كان يموت أبوك وتريد مثلا أن تذهب مع المشيعين وتعود. أما أن تخرج مثلا، كنا معتكفين واحد القيس في بيت الله الحرام، وكنت أرى بعض الناس يخرجون من بيت الله الحرام ليذهبوا للتسوق، أقول لهم اذهبوا، هل الاعتكاف وأنتم تمارسونه في بيت الله تعالى يجيز لكم أن تذهبوا للأسواق؟ الصفق في الأسواق هي مهمة أهل الدنيا. أنت الآن هنا حبست نفسك للآخرة، أنت الآن وضعت نفسك رهن ربك سبحانه عز وجل، فكيف تخرج للتسوق؟ سبحانك ربي سبحانك، هذا لا يجوز. تخرج مثلا، إذا سبحان الله كان رسول الله معتكفا وجاءته صفية بنت حيي بن أخطب في الليل رضي الله عنها وأرضاها، فخرج النبي وانقلب معها يردها إلى حجرتها، ضروري في الليل، فرآه صحابيان فأسرعوا فقال على رسلكما، على رسلكما. فلما وقف ووصل النبي قال إنها أمكما، قالوا غفر الله لك يا رسول الله، وهل يمكن أن تحدثنا أنفسنا بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأردت أن لا يحدث شيء يمكن أن يؤدي إلى هلاككما، إنها أمكما، إنها أمكما. فعاد عليه الصلاة والسلام، صلوات ربنا وسلامه عليه. إذن فعلى الإنسان إذا أراد أن يخرج أن يخرج مضطرا. ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أنه من الشروط أن يكون صائما، أن يكون صائما، فيجمع بين عدم الأكل، العبادة ديال الأكل، العبادة يعني كيكون صائم، ثم في بيت الله تبارك وتعالى ألا يشغله شاغل عن الله سبحانه عز وجل. هذا الاعتكاف ليحبس نفسه في العشرة الأخيرة في دورة تربوية يصل فيها سرعته إلى السرعة القصوى وهو في طريقه إلى ربه، يقول رجاك وعجلت إليك ربي لترضى، أخليت كل وقتي من كل شغل إلا بطاعتك، وأضع نفسي سجينا في بيتك لكي أعطى وينعم علي بالحرية التامة. فسجني هذا هو الذي يجعل روحي تخرج من هذا السجن المادي المظلم لتنطلق في الملأ الأعلى تسجد تحت العرش وتتلذذ بمناجاتك. فإنما حبست الروح من قبل ظلمة المادة التي تكتنف هذه الروح، فأردت أن أقلل من المادة حتى تشف الروح وحتى تتغذى الغذاء الذي يعطيها التوازن مع المادة حينما طغت المادة على الروح طوال العام. فهو نوع من إحداث التوازن، إعطاء الأولوية للروح التي نحن بها أناس وبها نسعد.